ايه الفرق بين اللي بينجح وبيفشل فيه؟ هل اللي بينجح بيعمل حاجه سحريه واللي بيفشل بينسى يعملها فيتاه؟ اهلا بيك يا جماعه في فيديو جديد. مبدئيا كده انا فتحت معايا فرصه عمل لو حابب تشتغل معايا كمونتير في تعديل فيديوهات. فرصه عمل محتاج 3 مونتير، خليك معايا لاخر الفيديو. النهارده هنرد على سؤال، وهو ايه سر نجاح مكاوي في التداول؟ ليه في ناس كتير بتقول عليه نصب وفي ناس كتير بتقول عليه هو مفتاح الانقاذ، هو السر اللي خلاني غني؟ ايه الفرق بين دول ودول؟ ببساطه سر النجاح في التداول حاجتين: ان يبقى عندك اكاونتابيلتي، تحاسب نفسك، ما تمشيش ورا الناس، ما تلومش غيرك، لوم نفسك على الغلطات. وتاني حاجه انك تعامله كاستثمار مدى بعيد، مش سبوبه دلوقتي، تعامله بفلوس انت مش محتاجها من الاخر، انت مش معتمد عليها، فلوس مش فارقه معاك تخسرها دلوقتي، انت مش هتخسرها بس هتجيبها وتدي فوائدها قدام، استثمار بعيد. الحاجتين دول هم الفرق بين اللي بينجح وبيفشل، الحاجتين دول هم الفرق بين اللي بياخد الموضوع بجد واللي بياخده يومين ويسيبه ويقول عليه نصب. انا ممكن اقعد اقول لك في استراتيجيات وتعمل ايه وما تعملش ايه سنين قدام، بس لو انت ما طبقتش بايدك وكان عندك صبر ومسؤوليه تحاسب نفسك وتعرف انك غلطت في ايه، ما تلومش غيرك، ما تلومش السوق، ما تلومش الظروف، ما تلومش الحظ، ساعتها هتتعلم يعني ايه تداول صح. لو عملت الموضوع بفلوس انت مش محتاجها، ساعتها هتعامله بتركيز مش بعواطفه، مش هتستعجل، مش هتنفعل، مش هتتوتر، هتاخد قرارات مدروسه، قرارات بعنايه، ساعتها هتعامل الموضوع صح. وده اللي انا دايما بقوله. معظم الناس هيقول لك التداول نصب، التداول ده الناس بتحكي عليه، عشان هم سمعوا حاجه راحوا طبقوها، دخلوا كل فلوسهم خسروها، ما اتعلموش، ما كانش عندهم صبر. حاسب نفسك، اتعامل بفلوس انت مش محتاجها، الفلوس دي لازم تبقى صغيره، حاجه على جنب كده مش فارقه معاك، مش كل وش عمرك، مش سبوبه. هي الناس اللي هتقولك التداول انا عايش عليه في سنه سنتين، الكلام ده هلك. انا عملت 20 30 الف في شهر شهرين، الكلام ده كده. التداول زيه زي اي مشروع بياخد سنين عشان تكبر فيه وتنجح فيه، لازم صبر، لازم حساب نفس، لازم مسؤوليه، لازم تعامل الموضوع كاستثمار بعيد. وده اللي احنا بنعمله بالظبط على منصه اكسبت اوبشن. انزل سجل من اللينك تحت الديسكربشن في اول كومنت برده، وتداول بايدك معانا اول باول كل اسبوع على الحساب التجريبي. ما تتفرجش بس عشان تتعلم صح، ولما تتعلم صح وتخلص الحساب التجريبي وتبقى جاهز تخش بفلوس حقيقيه، تعمل كوبون كود اللي قدامك الشاشه ده هيديك بونص 100% على اول ايداع ليك من اول 20 دولار. اظن بقى كفايه رغي، تعالى نعمل 5 عمليات تداول بتوع النهارده، عايزين نعمل شويه فلوس.
زي ما انت شفت، المهم انك تخسر، المهم انك تكسب اكتر من انت خسرته، وتطلع باكتر من انت دخلت بيه. بس استرجع مصر تكست اوبشن من اللينك تحت في الديسكربشن في اول كومنت برده، وتداوي بايدك معانا اول باول كل اسبوع عشان تتعلم صح وما تتفرجش بس. بالمناسبه انا محتاج معايا 3 مونتير، هسيب لك فورم وظيفه لو انت عندك خبره انزل سجل في تاني لينك تحت في الديسكربشن، وكرر تاني لو عندك خبره سابقه في تعديل الفيديوهات، بس انا مش عايز ناس جديده. سجل في الفورم وسجل في قناه التليجرام اللي في اخر الفورم بعد ما تخلص تسجيل بيانات. لو عندك اسئله سيبها لي تحت في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه.